لماذا يفشل اليوتيوبرز الجدد على اليوتيوب؟ ليه انت بتجد صعوبات في تحقيق شروط الربح من اليوتيوب؟ 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة، ليه مفيش مشاهدات لقناتك على اليوتيوب؟ ايه الاخطاء اللي انت بتقع فيها وتؤدي الى فشلك على منصة اليوتيوب؟ برفع فيديوهات كتير وبقالي فترة على اليوتيوب وبطبق اللي بتوع الشروحات بيقولوه، وبرضو قناتي مش بتكبر على منصة اليوتيوب. كل واحد بتاع شروحات يعمل لك فيديو يكتب عليه كيفية تحقيق شروط الربح من اليوتيوب، كيفية زيادة المشاهدات، كيفية زيادة المشتركين، كيفية زيادة أرباح قناتك على اليوتيوب، وبنطبق الكلام ده وبنتابع معظم قنوات الشروحات، وبرضو قناتنا مش بتكبر، قناته هو تكبر واحنا قنواتنا مش بتكبر. بسجل لك الفيديو ده بعد ما اشتغلت سنتين على اليوتيوب، وبتابع معظم القنوات بتاعت الشروحات سواء كانت القنوات العربية او القنوات الاجنبية، ولكن بتابع قنوات اجنبية اكتر. قنوات كتيرة جدا تافهة وبتقدم فيديوهات على اليوتيوب وبتحصل على ملايين او الاف المشاهدات، واحنا بنعمل فيديوهات قيمة وبرضو مفيش مشاهدات ولا في اي تفاعل من الجمهور على اليوتيوب. في الفيديو ده هقول لك على الخلاصة بعد ما قناتي يعني تقريبا 60,000 مشترك، ما هي الاخطاء التي يرتكبها منشئ المحتوى وتؤدي الى فشله على منصة اليوتيوب، وايه هي الافكار الكويسة اللي تخلي قناتي تجيب مشاهدات على اليوتيوب، وايه هي النصائح المهمة لكي اربح من اليوتيوب، وكيف احقق شروط الربح من اليوتيوب بسهولة. كلام كتير، يلا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب. بسجل لك الفيديو ده وقناتي تقريبا 60,000 مشترك، واشتغلت سنتين على منصة اليوتيوب وبقدم محتوى قناتي هو شروحات لبرامج ومونتاج وكيفية الربح من اليوتيوب. اول فيديو رفعته على قناتي كان بتاريخ 25/3/2020، عنوان الفيديو كان أهمية العلم وأثره في بناء المجتمع، أقوال للدكتور أحمد زويل. وأول مقولة للدكتور أحمد زويل نشرتها في الفيديو وهي: التخصص هو أساس التميز في عصر العلم. ومن أقوال الدكتور أحمد زويل المشهورة: الغرب ليسوا عباقرة ونحن أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن ندعم الناجح حتى يفشل. فدي أول كلمات نشرتها على قناة العلم والتكنولوجيا. العبادة ذكرت في القرآن الكريم 275 مرة، العمل ذكر في القرآن الكريم 359 مرة، العلم والمعرفة ذكر في القرآن الكريم 811 مرة. من الأسباب التي تؤدي لفشل قنوات اليوتيوب، وهو أن أنت ممكن يصل بك الحال أن أنت تشتغل فترة وتقفل قناتك، وانت بتقول ان انا ببذل مجهود كبير وبصرف على القناة وبتعب، ومع ذلك القناة مش بتكبر، فبتاخد قرار ان انا اقفل قناتي. لما بتعمل مشروع في الواقع، مشروع زي محل، زي شركة، زي ورشة، زي اي مشروع، مطعم، اي حاجة بتعملها في الواقع، بتقول ان انا هصرف عليها ومش عايز منها حاجة لفترة معينة، يعني مثلا سنة سنتين انا كمان هحط فيها فلوس علشان تكبر. ده المشروع اللي انت بتعمله في الواقع، وبيكون عندك صبر جدا، وفي خلال هذه الفترة بتبدأ ان انت تطور من نفسك. تطور من نفسك ازاي؟ هو ان انت تشوف الناس اللي هم في المجال القريب منك بيعملوا ايه، ايه المنتج اللي عندهم والناس عايزاه، وبتبدأ تدرس السوق، وبتبدأ ان انت تطور من نفسك مع الوقت. وبتضيف على ده كمان هو ان انت بتصبر وبتدي للمشروع ده من وقتك ومالك وجهدك. لما تيجي تفتح قناة على اليوتيوب للأسف مش بتعمل زي هو كأنه مشروع كده عادي ملوش اي لازمة، في حين ان اليوتيوب او ان انت تشتغل على السوشيال ميديا وان انت تكون منشئ محتوى هو نفس المشروع اللي هو في الواقع، هو ان انت بتبيع سلعة. ايه السلعة ده؟ هي هو المنتج اللي انت بتقدمه للناس، هو المحتوى اللي انت بتقدمه للناس. هل المحتوى ده ينال اعجاب الناس ولا لا؟ هل انت بتطور من نفسك وبتدرس وبتتعلم علشان تقدم المحتوى بشكل كويس ولا لا؟ خلي بالك، انا لما افتح فيديو ليك واشوفه معنى كده ان انت احسن مني في هذه المعلومة، وانا عايز ان انا اتعلمها منك. لما انت تفتح فيديو ليا وتشاهد حاجة معينة سواء كان شرح برنامج او شرح حاجة معينة، فبالتالي المفترض ان انا اقوى منك في هذا الشيء، علشان كده انت فتحت الفيديو علشان تتعلم مني، وبالتالي هل انت قوي في المعلومة التي تقدمها ولا لا؟ من اكتر الاسباب التي تؤدي لفشل قنوات اليوتيوب هو ان انت لم تؤهل نفسك للعمل على هذه المنصة. فقط عرفت ان ناس
بتقدم فيديوهات او بتربح من اليوتيوب، بدأت ان انت تعمل فيديوهات وخلاص وترفعها، ولكن لم تؤهل نفسك صح ولم تتعلم كيف تكون منشئ محتوى وتشتغل بشكل صحيح على منصة اليوتيوب. ايا كان محتوى قناتك ايه، اللي انا بقوله يطبق على اي محتوى. كمان انت داخل تقلد القنوات، فلانة عملت قناة طبخ اعمل زيها، فلان ده عمل قناة شروحات اعمل زيه. هل انت سألت نفسك هل انت اصلا مؤهل لتقديم محتوى الشروحات؟ هل انت مؤهلة ان انت تقدمي محتوى طبخ؟ هل شخصيتك مقبولة في هذا المحتوى؟ هل انت فعلا بتتكلمي بثقة وانا لما شاهد الفيديو بتاعك هكمله للنهاية؟ مش اي حد يقدم اي محتوى على اليوتيوب. وما تقيمش انت نفسك، ما تقولش انا شايف نفسي كويس، كلنا شايفين نفسنا كويسين. لم تحدد هدفك من البداية، وضعت هدف واحد بس هو ارباح اليوتيوب. من حقك ان انت تربح على اليوتيوب، ولكن انت لم تؤهل نفسك في البداية لكيفية الربح من اليوتيوب، وللأسف بتبحث عن حاجات معينة انت عايزها، وهو كيفية الحصول على مشاهدات، كيفية الحصول على مشتركين، ازاي احقق 4000 ساعة مشاهدة، ازاي ان انا اعمل كذا، فين جروبات التبادل الموجودة على الفيسبوك وانستجرام والتليجرام والاشياء اللي انتوا عارفينها ديت. بتبحث عن اشياء وبتبذل او بتبذل مجهود في ان انت تصل لان انت تكبر قناتك بهذه الطرق، ولم تبذل مجهود في ان انت تتعلم ازاي تشتغل على منصة اليوتيوب وتختار المحتوى اللي يتماشى مع شخصيتك ويكون سريع الانتشار على منصة اليوتيوب. قنوات الطبخ بقت قنوات كتيرة جدا جدا جدا، لان هو ده يعني المحتوى اللي هو سهل. يلا عايز اعمل قناة، يلا قناة طبخ. هو ومحتوى قنوات الشروحات والقنوات التانية طبعا اللي انتوا عارفينها، الشمال اللي انتوا عارفينها اللي هي اصلا بلاش نتكلم عنها. بعد ان تتعلم، بعد ان تؤهل نفسك صح وتشتغل صح وتفهم خوارزميات اليوتيوب بتشتغل ازاي، اليوتيوب ده هيبدا ان هو يرشح فيديوهاتك امتى. اليوتيوب لا يحارب القنوات الصغيره، ولكن المهم ان الوقت المشاهده شكله عامل ازاي في فيديوهاتك. بدايه الاخطاء على اليوتيوب هو ان انت تفعل قناتك بشكل غير قانوني ومستعجل ومستسهل، وبتقول ان في ناس عملوا كده كتير. هو ان انت تروح لناس على الفيسبوك، على جروبات الفيسبوك او في اي مكان، وتقول لهم فعلوا لي قناتي بمقابل مادي ان هم يجيبوا لك 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة. وبعد ما تفعل قناتك تفاجأ ان انت عشان تلم الفلوس اللي انت دفعتها او دفعتيها هتاخد معاك سنين قدام، لان انت مش شغال صح من البداية. اوعك ان انت تفعل قناتك بالفلوس. اشتغل على قناتك طالما ان انت مش عارف ان انت تحقق شروط الربح من اليوتيوب، يبقى اذا عندك مشكله في قناتك. لو الفتره طولت معاك في مشكله في قناتك، تحاول تشتغل عليها، تحاول تحلل الموضوع، تحاول تسال اكثر من شخص ان انت تعرف ان انت شخصيتك تتماشى مع المحتوى ولا لا. لان انت ممكن تكون قوي جدا في حته تانية لو قدمتها، لو انت عملت رياكت ممكن تبقى مميز جدا جدا، لو انت عملت محتوى شروحات ممكن تبقى كويس فيه جدا عن محتوى الاكلات، والعكس صحيح. ركز معايا واعرفك على افكار لقنوات ناجحه جدا جدا وسريعه الانتشار، بس كمل معايا لان انا مش حاطط سكريبت لهذا الفيديو. شراء قناه مفعله حاجه فاشله جدا 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 ومش هتنجح على منصه اليوتيوب. هو ان انت تشتري ساعات المشاهدة او المشاهدات، او تروح لحد عنده سيرفرات ويبدأ ان هو يحط لك مشاهدات على الفيديو بتاعك. ده يؤدي لفشلك على اليوتيوب حتى لو قناتك قبلت في المراجعة. هو ان انت تشغل متصفح خفي علشان تحقق 4000 ساعة مشاهدة، وتقول ان انا الحمد لله شطور وهبدأ ان انا اربح من اليوتيوب، وبعد كده تشتكي من الربح، مفيش ربح على اليوتيوب. هو ان انت تضيع وقتك وفلوسك والنت اللي انت بتستخدمه، وان انت تقعد تحضر حفلات طول الليل، بتسموها حفلات اللي هو البث المباشر يعني. هو ان انت تحضر حفلات او بث مباشر علشان خاطر يجي لك هدايا، يقول لك يلا ادا 100 مشاهدة 200 مشاهدة، وانت مفكر نفسك ان انت مبسوط، واللي بيدي لك الحاجات دي طبعا شغل سيرفرات ولا ليس له اي قيمة، ويؤدي في الاخر لفشل قناتك على اليوتيوب. لان طالما ان المشاهدات جاية بطريقة ليست من اشخاص حقيقيين يتابعوا المحتوى بتاعك، فالالجوريزم او خوارزميات اليوتيوب فاهمه جدا انت بتعمل ايه. ده الخوارزميات، ده احنا تليفوناتنا مراقبه، احنا التليفونات بتاعتنا دي متراقبه. ده انت لما تفكر في حاجه معينه
تيجي كده تكتب كده في بحث جوجل بيبدا ان هو يجيب لك الحاجه بدون ما تبحث عنها. لما تفكر في حاجه معينه بيظهر لك اعلان قدامك وانت اصلا ما بحثتش عنه قبل كده، بيبدا انه يظهر لك الحاجه دي قدامك. هل تتوقع ان انت هتضحك على الالجوريزم بتاع جوجل او الالجوريزم بتاع اليوتيوب او خوارزميات اليوتيوب؟ هل تتوقع ده؟ ده انت لما بتفكر في حاجه معينه بتفكر فيها وبتتكلم كده مع نفسك، او مجرد ان انت تفكر او اشياء زي كده، احيانا ممكن بتتكلم مع واحد في التليفون او بتتكلم مع واحد على اي على السوشيال ميديا على الماسنجر او شيء وبتقول له انا عايز كذا. اقسم بالله انا في مره بتكلم مع واحد بقول له كذا كلمه معينه، فدخلت ابحث عنها على جوجل بدون ما اكتب، ظهرت قدامي وانا لم ابحث عنها من قبل. فاوعك تتذاكى على هذه المنصة. يبقى ممنوع ان انت تشتري قناة مفعلة او ان انت تشتري ساعات مشاهدة او مشاهدات او اي حاجة من الحاجات دي كلها. كل حاجة تكون جاية بشكل قانوني. اختار محتوى تكون انت فعلا مميز فيه، وما تعملش فيديوهات تكون انت حبيبها وخلاص، تكون حبيبها وفي نفس الوقت ناس كتيرة بتبحث عنها. وحاول ان انت بقدر المستطاع ان انت تتكلم في مجالك علشان المعلومة اللي تكون طالعة منك تكون محسوسة. انا لما اشوف واحد مثلا بيتكلم في معلومه شروحات وهو مثلا مهندس او خريج حاسبات ومعلومات، هيبقى المعلومه طالعه منه كده بيتكلم بثقه، واخد بالك انت ازاي؟ لكن لما يكون حد ما هوش مؤهل اصلا وبيتكلم بشكل هيلهلي، فبالتالي حتى لو بيجيب مشاهدات بس هيكون الجمهور بتاعه من طبقه معينه. لما تكون انت حد صيدلي او دكتور وطالع تتكلم في حاجات بعيده عن مجالك، ليه؟ ما انت مجالك غني بالمعلومات، تقدر ان انت تتكلم في مجالك. كل ما تقرب من مجال دراستك هيكون حاجه كويسه جدا ليك، والمعلومه هتطلع والمشاهد هيتلقى هذه المعلومه وفي احساس كده وهو بياخد منك المعلومه. لازم تفهم جدا خوارزميات اليوتيوب بتشتغل ازاي. الاهتمام الكبير اليوتيوب بيهتم، او السيستم او الخوارزميات بتاعت اليوتيوب بتهتم بالاودينس ريتينشن اللي هو الاحتفاظ بالجمهور. اوعك تفكر ان انت لما تشتري او حد يديك هدايا 1000 2000 5000 مشاهده فيو. في فرق بين المشاهده ووقت المشاهده. المشاهده ان اي حد يدخل الفيديو بتاعك كده حتى لو كان بسيرفرات باي شيء، المهم ان حد بمجرد ان هو وانس ان هو يدخل الفيديو بتاعك يتحسب لك مشاهده، والعداد يجي تحت الفيديو كده يقول لك ان انت الفيديو جاب كام مشاهده. ولكن اهم شيء هو وقت المشاهده اللي هو الواتشنج تايم. الفيديو ده هل انت فعلا قدرت ان انت تخلي المشاهد يشاهد اطول مده ممكنه من الفيديو ولا لا؟ لما يكون الفيديو بتاعك مدته 10 او 15 او 20 دقيقه وتلاقي ان متوسط المشاهده دقيقه ولا دقيقتين، يبقى عندك مشكله في ان انت لم تحافظ على الجمهور. فبالتالي ده اليوتيوب بيبدأ انه يكره فيديوهاتك ومش هيقترحها للناس، لان الهدف الاساسي من اليوتيوب هو ان الناس تشاهد المنصة وتجلس على هذه المنصة لأطول مدة ممكنة. وبالتالي اليوتيوب يحقق الهدف الاساسي ليه وهو ظهور الاعلانات امام كثير من الناس، وبالتالي يحصل على ارباح، وكل مدى ارباحه تكبر على هذه المنصة. فهو ده الهدف الاساسي لليوتيوب. فاوعك تفكر ان انت الفيديو بتاعك جاب مشاهدات تقول اليوتيوب ما بيقترحوش ليه او شيء زي كده. انت لم تحافظ على الجمهور، وانت كنت السبب في ان الجمهور اصلا ممكن يسيب المنصة ويطلع بمجرد ان هو شاهد الفيديو بتاعك. فاليوتيوب هيعاديك بعد كده، مش هيقترح فيديوهاتك. طول ما انت فيديوهاتك بتجيب وقت مشاهدة كويس، في الحالة دي اليوتيوب هيحبك جدا وهيقول لك يا شطور هقترح فيديوهاتك. فمش تكون مبسوط لما تعمل صورة مصغرة قوية وعنوان قوي وتحط كمان سيو قوي، الـ SEO اللي هو Search Engine Optimization أو ما يسمى بتهيئة أو تحسين محركات البحث، والإمبريشن عندك كبير والفيديو ظهر كتير ما شاء الله وعامل موضوع ترند أو موضوع بيشغل كثير من الناس، وتبص بعد كده برضو تلاقي إن الفيديو بتاعك أو فيديوهاتك بعد كده اليوتيوب مش بيقترحها وبيقلل كمان اقتراح فيديوهاتك حتى القديمة كمان. ليه؟ علشان يا بخته انت لم تحافظ على الجمهور. انت هدفك الاساسي ان انت تحط سيو وتعمل فيديو وعمل صورة مصغرة قوية علشان تزود نسبة النقر للظهور، ولكن انت لم تحافظ على بقاء الجمهور في مشاهدة الفيديو. بتتكلم ما انت شخصيتك لا تتماشى مع المحتوى، بتتكلم بطريقة مش كويسة وعملت تهته وكده وكده، ومش عارف تلم معلوماتك منين، وما انتش مؤهل اصلا لكي تتحدث في هذا الموضوع، وبالتالي ده هيؤدي بالسلب على فيديوهاتك. كل فيديو في قناتك ترفعه بعدها بيوم 2-3 باسبوع لازم تشوف الاحصاءات بتاعه الفيديو علشان تعرف ايه هي الاخطاء وايه هي يعني ايه هي الايجابيات وايه هي السلبيات علشان تبدا تحولها لايجابيات بعد كده.
مش مشكلة ان انت في معلومة ما انتش عارفها او ان انت في حاجة ما انتش فاهمها، ليس عيب، ولكن العيب ان تظل على عدم المعرفة، وان تظل على ان انت عندك تكبر في ان انت تتعلم، وتظل ان انت شايف ان التعليم ده وان انت تتعلم حاجة ملهاش لازمة. شاهد القنوات اللي هي فعلا بتفيدك ولا تضللك. انت بتشاهد قنوات كتيرة جدا، قنوات الشروحات ما اكثرها، وكل واحد مش لاقي محتوى يقدمه بيبدأ ان هو يعمل مجال شروحات، بيكونش عنده مشتركين ويبدأ يعمل مجال شروحات. وده اللي احنا بنقوله للناس علشان كلامك يكون محسوس ومنطقي، حتى لو انت كواليفايد وزي الفل مؤهل وحد زي الفل، يعني ليس من المنطقي ان انت تقول لي كيفية زيادة المشاهدات وكذا وكذا وكذا، وازاي تحقق كذا، والارباح نزلت ولا الارباح لسه، وادسنس وكذا، وانت اصلا لسه لم تحصل على ارباح من اليوتيوب. هو ليس منطقي. وبالتالي انت في هذه الحالة لو انت فعلا بتحب هذا المجال، هذا الفيلد، هذا المجال، هذا المحتوى، هو ممكن انت تعمل شروحات برامج ومونتاج لغاية انت قناتك ما تكبر، وبعد كده تبدأ ان انت تتكلم في كيفية الربح من اليوتيوب، علشان خاطر ان انت تكون فعلا جربت الحاجة دهيت، وكل حاجة بتمر بيها في قناتك تبدأ ان انت تشرحها للناس. لما انا اشرح ليك كيفية عمل ادسنس وانا عملته 500 مرة، غير ان انت تكون داخل اصلا مش فاهم يعني ايه ادسنس، وبتشرح للناس ادسنس والارباح تحولت وكذا وكذا. حاول ان انت تكون صريح مع نفسك. لا تتابع قنوات شروحات كتير، اخرك 4 قنوات تتابعهم على اليوتيوب علشان تتعلم منهم وتعرف التحديثات الجديدة. اكتر من كده ما تتابعش، لان القنوات دي كل يوم فيديوهات وهتشغلك، وصور مصغرة تخليك ان انت تشاهد الفيديو. تعالوا اقول لكم قناتك هتتسرق، ده كان معرفش ايه، ده حصل كذا، نهاية الربح من اليوتيوب، نهاية البتنجان، وهو كل فيديو بيعمله بيضحك عليك عشان خاطر تشاهد الفيديو. انت للأسف بتشاهد فيديوهات كتير ولكن لا تتعلم. اعمل زي قنوات الشروحات كده ما بتعمل، شوف قنواتنا كده بتاعت الشروحات دي كلها بتعمل ايه، بيحطوا لك صورة مصغرة بيخليك ان انت لو بتعملي اكلة تسيبيها علشان تروحي تشوفي الفيديو، وهو ان انت بيقول لك الحل الوحيد لزيادة المشاهدات، الطريقة الوحيدة والحصرية في العباسية عند البتنجانية علشان تحصل على 4000 ساعة مشاهدة، الطريقة الوحيدة لزيادة الربح على اليوتيوب كذا وكذا وكذا، وطريقة حصرية ان انت تجيب $1000 في 3 دقائق و3 بتنجانات، وهو اصلا في الاخر لو كان في 3 دقائق ولا دقيقة ولا نص ساعة ولا ساعة ولا في يوم هيجيب $1000، ما كانش عمل لك الفيديو، كان قاعد يعمل المهمات او يعمل الاشياء دي كلها او يطبق الحاجة اللي هو بيشرحها دي، كان جاب فلوس اكتر واكتر واكتر. ليه انت عامل الفيديو طالما ان انت تقدر تحصل على $1000 او $500 أو $600 في دقائق معدودة؟ ده الفيديو عشان انت تمنتجه وتتعب فيه وتبدأ تجهز للفيديو، ممكن ياخد منك 6 ساعات 10 ساعات لو انت بتخدم على الفيديو صح، ولو بتطلعه بجودة عالية ممكن ياخد منك انك انت تعمل ريندر من على البرنامج بتاع المونتاج، لو انت شغال ببريمير مثلا ممكن ياخد منك 10 ساعات لو عامل الفيديو 4K ومدته طويلة. فانت في الفترة دي تقدر تحقق بقى الاف الدولارات، بدل من ان انت بتعطل نفسك وجاي تقول للناس ازاي تحصل على $1000 و$2000. الغريبة ان انت يا بخته بتكتب برضو تحت الفيديو يا مبدع، وبتشجعه علشان يكمل ويضحك عليك اكتر واكتر، وانت بتدخلي تكتبي تحت هذه النوعية من الفيديوهات ايوه بقى هو ده الفيديو اللي انا كنت مستنيه، هو ده الفيديو اللي انا كنت مستنيه، افضل واحد يقدم المعلومة على اليوتيوب، وسيادتك منشكح وبخته عمال يضحك عليك بالليل وبالنهار ويقدم لك فيديوهات ويقول لك بقى تعالى بقى مديك بقى كمان فيديوهات من هذه النوعية، ويجي له في الشهر 1000 أو $2000 من مشاهدات اللي بتيجي عن طريقك انت وعن طريقي انا، وسيادتك لم تستفيد اي شيء. طب هل انت، انا عايز اقولك على حاجة، مش انت بتتابع فيديوهات من دي كتير بتاعت ارباح وبتاعت مشاهدات وبتاعت كذا وشروحات يعني والربح واشياء من دي كلها؟ قولي كده انت اخر $1000 ربحته من هذه المنصة كان امتى؟ قوليلي كده، قوليلي عيني في عينك كده، اخر $1000 جالك من الشغل اونلاين سواء كان من اليوتيوب او من اي تطبيق او من اي حاجة كان امتى؟ اكتبيلي في التعليقات وعرفيني هل انت فعلا ربحتي ولا لسه، ولا لسه بتكملوا مشاهدة فيديوهات اللي هي الناس اللي بتضحك علينا ولسه الارباح هتيجي ان شاء الله مع الوقت. انا مش جاي احبطك بس جاي افهمك الخلاصة. اوعك تعمل تبادل اشتراكات على قناتك، ان انت تعمل تبادل اشتراكات يعني ايه، سواء كان تبادل اشتراكات مشتركين او تبادل ساعات مشاهدة واي شيء من ده ليس له اي قيمة. اوعك تحضر حفلات وتضيع وقتك طول الليل ليس له اي قيمة. اللي بيقدم لك معلومة وشايف ان انت بتستفاد منه وما بيضحكش عليك احضر له البث المباشر، ما فيش اي مشكلة طبعا، ولكن انه يقعد يقول لك هدايا وكذا 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 ده موضوع بقى قديم ما عادش ليه لازمة.
على فكرة موضوع الجيف اواي موجود في المحتوى على فكرة، يعني ممكن تعمل جيف اواي هدايا للناس، ما بقولكش لا، حاجة كويسة جدا تشجع الناس، ولكن الهدايا دي ممكن اديك مايك، الهدايا دي ان انا اعمل لك حاجة معينة غلاف لقناتك، هو ان انا اعمل لك حاجة معينة ديزاين او شغل معين، حاجات من ديت، ولكن هدايا مشاهدات والحاجات دي جربناها قبل كده وفشلت وملاش اي لازمة. هو اللي بيحضر لك انت كصاحب قناة او كمنشئ محتوى بتدي هدايا للناس بيحضروا لك عشان هذا الهدف فقط، وهم كمان مش مستفيدين لان الساعات والمشاهدات اللي بتيجي عن طريق ناس ليسوا حقيقيين مش مفيدة خالص للقنوات، واليوتيوب بيبقى عارف ومش يقترح قناتك بعد كده. استحملوني في هذا الفيديو، انا لم احضر سكريبت. من اكتر الاشياء اللي هي سببت فشل لقنوات القنوات المبتدئة على اليوتيوب والله من وجهة نظري هي قنوات الشروحات. واقول لكم على حاجه، شوفوا القنوات الشروحات او القنوات اللي بتشتغل في مجال الشروحات ده، بيكون عنده 1000 2000 شغال، والله في مجرد شهرين ثلاثه بتلاقي القناه وصلت 10 و15 و20 الف مشترك، وانت يا بخت عملت تشاهده وقناتك ما زالت عليها 100 200 500 الف مشترك ومش عارف تحقق الشروط، ولو حققت الشروط هو عمال يكسب ارباح وانت مش عارف، علشان هو بيجذبك وبيكذب عليك في ان هو ان انت هيجيلك مشاهدات وعمال يضللك وانت بتكتب له تحت يا مبدع، وهو قناته بتكبر. شوفوا الناس اللي بتبدا في الشروحات، لو هو حد متميز، في ناس تانية بتشتغل في مجال الشروحات بس هي اصلا مش بتطور من نفسها، فبرضه قناتها مش بتكبر، عمال يضللك برضه قناته مش بتكبر. ولكن في ناس بقى، شوفوا الناس، تعالوا اقول لكم النهارده على طريقه حصريه، ويا رب القنوات الكبيره ما تسرقهاش مني. ايه يا عم في ايه؟ هو انت بتقول ايه؟ وانت معاك نوبل برايز في البتنجان؟ واحنا مش عارفين يا عم الموضوع كله، اصلا الموضوع كله هبل في البتنجان، يعني مشاهداته ومشتركين كله هبل في البتنجان، ما حدش فاهم حاجه اساسا، كل واحد بيتكلم على طريقته وكل واحد بيتكلم ان انا الصح والتاني الغلط. واخدين بالكم ازاي؟ فانت عمال ترمي ودنك وعينك وجهدك ووقتك، وعمال تضيع وقتك يا بختو علشان تشاهد مليون قناه بتاعت شروحات، وفي الاخر انت برضو قناتك زي ما هي. افهم بقى الموضوع بقى هيمشي ازاي، وايه اللي هيكبر قناتك وهيكبرها وتشتغل بشكل صح على اليوتيوب، وهو ده الخلاصه من هذا الفيديو. انا عارف ان في ناس ما كملتش الفيديو معايا، ولكن انا يهمني اللي كمل الفيديو للنهايه، علشان كده ركز معايا. اللي هيكبر قناتك على اليوتيوب اقسم بالله هو المحتوى. المحتوى هو ده اللي هيكبر قناتك على اليوتيوب. لازم ان انت تفهم سيول يوتيوب وتطبقه كويس جدا 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 على فيديوهاتك، وتستهدف صح، وتعمل العنوان بشكل صح، والصورة المصغرة بشكل صح، والوصف بشكل صح، وتضيف كلمات مفتاحية، وجودة الفيديو تكون كويسة مش اقل من 720 او 1080 او 4K على حسب امكانيات الكاميرا او امكانيات الموبايل اللي انت بتستخدمه، وكمان البرنامج بتاع المونتاج. ان انت تسجل بكاميرا او تسجل بالموبايل ما فيش اي مشكلة، موبايلات كتيرة جدا حاليا بتقدر ان انت تسجل لك فيديو بجودة 4K او 1080. حاول تخلي الفيديو بتاعك ما يقلش عن 1080 اللي هو فول اتش دي. وحاجة مهمة جدا يا بختو ما ينفعش ان انت تستغنى عنها اطلاقا، وهو المايك. المايك ده يا بختو لو انت ما عندكش مايك لازم يكون عندك مايك، لازم، دي حاجة اساسية. المشاهد ممكن ان هو يتحمل جودة الصورة والخلقة دي تطلع قدامه بشكل مش كويس، ولكن مش هيتحمل ان هو يسمع الصوت مش كويس. عامل لكم فيديو قريب كده موجود على القناة، وكنت بتكلم في نصايح عن الطبخ لقنوات الطبخ، ومصوره في البحر كده وحركات، ولكن فيديو فيه معلومات قيمة جدا جدا، ولكن عشان الصوت كان في الهواء والهواء كان مغطي عليا وما عملتش إزالة للوش اللي ظاهر في الفيديو ده، فناس كتيرة جدا كانت منزعجة من الفيديو. مهما كانت المعلومات اللي فيه قيمة، ولكن وقت المشاهدة بتاع الفيديو هيكون قليل ومحدش هيتحمل ان هو يشاهد الفيديو للنهاية. فبالتالي اهتم جدا يكون عندك مايك، حتى لو مايك بويا M1 اللي هو الرخيص ده تقدر انت تستخدمه، مايك، يكون عندك الكاميرا بتسجل بيها، يكون عندك خلفيه، اي خلفيه ساده كده، ساده او محشيه اي حاجه، المهم يعني ان انت تكون عندك مكان بتسجل فيه. افضل حاجه على اليوتيوب هو ان انت تقدم المحتوى بنفسك، هو ان انت تكون طالع بنفسك انت وطالع فيديو صوت وصوره زي ما انت شايف الخلقه دي قدامك كده، ده اقوى حاجه على اليوتيوب. وقناتك الناس هتعرفك وهتقدر تعمل جمهور، وفي نفس الوقت ان انت قناتك لما ترسلها او ترسليها للمراجعه مش هتاخد وقت وهتتقبل بسرعة جدا جدا جدا، ومفيش مجال للمخاطرة طالما ان انت بتقدم محتوى حصري وكمان ملتزم بسياسة المنتدى في اليوتيوب، قوانين اليوتيوب. واهم الفيديوهات اللي انا بتكلم فيها في كل حاجة بتكلم فيها حاليا موجودة في وصف هذا الفيديو، وألف في القناة تلاقي كل حاجة ان شاء الله. طالما الفيديو بتاعي انا طالع بنفسي وطالع بمحتوى حصري بتكلم فيه، وفي نفس الوقت يلتزم او انا ملتزم بسياسة المنتدى في اليوتيوب، يبقى يا بخته ما تخافش واستمر على اليوتيوب. طب انا مش عايز اطلع بشكلي او شيء زي كده، ممكن ان انت تعمل ايه؟ ممكن ان انت
يعني زي بتوع الاكلات كده اللي هو بيصوروا طبعا بالموبايل كده وبيضيفوا بس طبعا تصوير حصري هم بيعملوه وليس منقول وبيضيفوا بعد كده صوتهم على الفيديو. الناس بتوع قنوات الالعاب يعني تتوقع ان انا ممكن اشاهد الفيديو بتاعك بعد ما ينتهي او البث المباشر بتاعك بعد ما ينتهي، هشوف حد بيلعب كده وخلاص هستفاد ايه؟ لازم ان انت تطلع بنفسك وتتكلم وتخفي صوت اللعبه علشان خاطر تشتغل في المضمون. اخفي صوت اللعبه واطلع بنفسك انت، اعمل فيس كام وابدا علق واضحك وحول المحتوى بتاعك من محتوى عادي كده بتاع جيمنج لمحتوى فور انترتينمنت، ترفيه. الناس تشاهد الفيديو، ممكن اشوف انا محتوى فيديو او فيديو بتاع العاب علشان خاطر ان انا ابدا ان انا اضحك وان انا عايز اخرج وخلي المود بتاعي كويس من خلال الفيديو بتاعك. حاول ان انت يكون محتوى قناتك واحد فقط. موضوع ان انا بتاع كل حاجه ده موضه وانتهت ومش كويسه. ليس مخالف ان انت ترفع اكتر من محتوى طالما حصري على قناتك، ولكن حاول يكون عندك محتوى واحد علشان خوارزميات اليوتيوب تبدا انها ترشحك وتقترحك وتكون عارفه قناتك وتصاحبك علشان عارفه قناتك بتاعه كذا، مش ان انت بقى شويه بتاع اكلات شويه تعالوا شوفوا النهارده فلانة ما اعرفش ايه حادثه الكذا حادثه كذا حصل كذا. كل ما تلاقي حاجه جنب منك وانت فاهم غلط ومفكر ان هي موضوع رفع فيديوهات فقط، لازم تفكر كويس وتخلي قناتك ليها مجال واحد فقط. ادخل كده القناه هلاقيها منسقه، الاقي الغلاف واسم القناه واللوجو وكل الفيديوهات هي مجال او وان كونتنت. انا بتكلم لسه دلوقتي ان انت عندك قناه، خلي بالك ايا كان محتواها ايه، لو انت بتاع تعليم بتعمل شروحات للطلبه بتعمل كذا، يا راجل بقى ان انت عندك طلبه وكل شويه طلبه بيتحولوا من المرحله دي للمرحله دي ومش عارف ان انت تستغل هذا الامر ويوصلوا لبعض ويبدا ان انت تنتشر وتحقق مشاهدات ومشتركين وارباح على اليوتيوب، حاول ان انت في مجال قناتك، خلي بالك بقول لك ايه، في مجال قناتك تحاول ان انت تستغل الاحداث والحاجات اللي بتشغل الناس. يعني انت قناة بتاع التعليم والكلام ده والدراسة بدأ بتقول للناس ازاي ان انتوا تؤهلوا نفسكم وتاخد دروس امتى وتعمل امتى في مجال قناتك، ودي حاجات الناس مهتمية بيها. انت بتاعة اكلات، لو انت لسه مصرة ان انت يعني تشتغلي على موضوع قنوات الطبخ او شيء زي كده، لازم ان انت تؤهلي نفسك جدا وتشوفي الاكلات اللي برا، اكلات هندية، اكلات معرفش ايه، الاكل السعودي شكله ايه، تعال اقول لكم النهاردة على اكلات سعودية كذا. ولازم ان انت يعني تحاول ان انت تجود ومش ان انت تقلد فقط وتعمل الاكلات اللي بتيجي على بالك واللي جوزك بيحبها، لازم ان انت تجود وتبدع في تقديم المحتوى. احنا كبتوع شروحات اول ما تحديث جديد بينزل لو واحد مننا نايم تحت البطانيه بيبدا يشيلها كده ويبدا انه يجري على الموبايل او على الكاميرا بتاعته ويقول تعال واقول لكم تحديث على اليوتيوب، هيغير حياتك وحماتك وهيخليك زي الفل وزي القشطه، صح ولا لا؟ بنستغل الوضع، بنستغل، عايزين نكون في يعني اولويه او في ان انا اكون متصدر الموضوع، اول واحد يشرح الموضوع. انتوا اعملوا ده داخل مناسبه رمضان، ابداوا اتكلموا في موضوع الاكلات والاشياء اللي تخص رمضان والحلويات وكذا وكذا وكذا. تعليم نفس الكلام، لو انا بتكلم في محتوى ترند احاول على طول ان انا اركز في الحاجات اللي بتحصل واتابع الاحداث اللي بتحصل. ركز معايا علشان اقول لك على افكار كويسه جدا وهتكون سريعه الانتشار وهتقدر ان انت تحقق الشروط الربح من اليوتيوب بسهوله، او ان انت بعد ما تحقق الشروط كمان هيكون سهل جدا ان انت تحصل على ارباح وسهل جدا في تقديمها واي حد يقدر يقدمها. ركزوا معي، بعتذر ان في اصوات كده جنب مني، اصوات عربيات او اصوات كده ناس بتعمل حاجات كده بالعربيات واشياء زي كده، يعني انا بسجل بالنهار والفيديو ده بسجله من مصر وانتوا عارفين هنا العربيات والكلام ده وانا بيتي على الطريق، لكن معظم الفيديوهات التانية كنت بسجلها من بره بره مصر. لما افكر ان انا اعمل محتوى افكر الاول اشوف انا اولا مميز في هذا المحتوى واطور من نفسي. طب تمام، اختار المحتوى ازاي؟ لو انت بتدور على ربح من اليوتيوب وعايز حاجه تكون سريعه جدا وتربح منها كويس جدا، هو ان انا اشوف الحاجات اللي بتشغل كثير من الناس. ايه الحاجات اللي بتشغل كثير من الناس؟ الحاجات الاقتصاديه، الحاجات اللي هي الحياتيه اليوميه اللي الناس بتعيشها في هذه الفتره. كل الناس دلوقتي او معظم الدول او كل الدول تقريبا عندها حالة اقتصادية تعبانة، فبيبدأ ان الناس كلها بتواجه صعوبات في الحياة. انت لو عملت فيديو دلوقتي وقلت عليه كيفية ربح مش عارف كم الف دولار وما عرفش ايه، الفيديو بتاعك هيجيب مشاهدات لان الناس عايزة تربح باي طريقة، فدي حاجة الناس عايزاها. طيب انا اعمل ايه؟ عندك محتوى قنوات الطبخ مثلا او قنوات الشروحات زي ما انت شايف كده بقت كتيره جدا جدا جدا، تمام؟ طب انت عندك قناه طبخ او انت عندك قناه تعليميه بتدرس للطلبه وكذا 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 وبتحب هذا المحتوى، ما بقولكش ان انت تسيبه، اشتغل عليه، خليك عليه، ما فيش اي مشكله، ولكن ممكن تعمل قناه ثانيه لو انت عايز بقى تربح اكتر وتجيب مشاهدات سريعه. هو ان انت تشوف مثلا المحتوى الترند ايه،
المحتوى الترند ايه، ممكن تعمل قناه متخصصه في محتوى الترند. ما اعرفش الممثل الفلان حصل له ايه، ما اعرفش اسعار الدولار ما اعرفش حصل لها ايه، انت ممكن تعمل قناه تتكلم فيها عن اسعار الدولار والذهب او اسعار العملات والذهب، قناه هتكون سريعه الانتشار جدا 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 وهتجيب لك مشاهدات وارباح كويسه جدا جدا جدا. فيديو واحد ممكن يحقق لك شروط الربح من اليوتيوب وتبدا تربح من اليوتيوب. هو ان انت تهتم بكل حاجه بتشغل الناس، اسعار الخضار، اسعار العربيه، السيارات، اسعار ما اعرفش ايه، الحاجات اللي بتمس الحياه اليوميه، الناس تعبانه اقتصاديا، فازاي ان انت الاسعار بتاعه الطماطم واسعار الخضار وصلت النهارده لايه، الاسعار المتوقعه، اسعار الدولار، انت تدخر ايه، تدخر دولارات ولا جنيهات ولا تدخر ذهب ولا تعمل ايه، اسعار الحاجات دي كلها الحاجات اللي بتشغل الناس ديت. ولكن محتوى قنوات الطبخ بقى كتير جدا جدا جدا، ومعظم الناس او كتير من الناس مفيش ابداع في تقديم المحتوى، هو بيشوف فلانة عملت طبخة كذا بتبدا تعملها وخلاص، مفيش ابداع. لو انت بقى عايز تعمل قناه طبخ، لو لسه هتعمل، او ان انت عندك قناه طبخ ومش عارف تعمل قناه تانية، لازم تبقى مبدع جدا وتبذل قصارى جهدك في ان انت تجيب مشاهدات وان الناس تتقبلك على اليوتيوب. لكن لو انت عايز حاجه سريعه زي ما بقول لك كده، شوف الحاجات اللي بتشغل الناس، اسعار السيارات مهمه جدا جدا، توقعات لاسعار السيارات الفتره القادمه، ان انت تنزل مثلا سوق السيارات وتشوف الاسعار وتبدا تعرضها، تعمل بث مباشر او فيديو، ان انت تنزلي محتوى، تنزلي مثلا للناس بتوع الخضار في المكان اللي انت فيه وتبدا ان انت تسجلي، هو ان انت مثلا تقول ارخص الاماكن السياحيه وتبدا تسجل وتنزل مكان وتسجل، ان انت تنزل محلات الذهب وتسجل معاهم، انت محتوى مش هيخلص، كل يوم عندك الاسعار والحاجات دي بتبدا تتغير، بتبدا تنزل كل يوم وتعمل لك فيديو او كل يومين وتعمل لك فيديو، محتوى سريع جدا جدا. اخبار التعليم، اخبار ما اعرفش ايه، على فكره حتى لو انت او انتي من بره مصر وعايز تعمل محتوى مصري هتقدر تتابع كده على جوجل وعلى المحتوى الترند وعلى الكلام ده كله وعلى المحتوى بتاع المحتوى الرائج بتاع اليوتيوب، وتبحث كده في الصحف المصريه وهتقدر انت تشوف ايه الحاجات الترند اللي الناس عايزاها، تشكيل وزاري جديد، تغيير وزير التعليم، مش عارف فلانة الفلانية، أخبار جديدة في كذا، ولكن تلتزم بسياسة المنتدى في اليوتيوب اللي انت هتلاقيها في وصف هذا الفيديو عشان المحتوى بتاعك يقبل في المراجعة. ده انت لو عملت فيديو كده وكتبت عليه أسعار الدولار يا نهاري وحاجة كده وبتاع وصورة مصغرة قوية، والمحتوى بتاعك جوه انت بتتكلم بقى حد بقى كده كاركتر يعني، ها في كاريزما كده وانت بتتكلم، مش طالح كده حد هلهلي كده وتقول وخلاص ما انا ابحث عن المعلومه دي واجيبها من اي مكان، لا حد يكون متمكن فعلا وتكون دارس السوق فعلا، وتبدا تنزل وتسال الناس بتوع الذهب وتعمل معاهم. لما انا اشوف فيديو كده وانت بتسجل مع حد بتاع ذهب والكلام ده، هبدا ان انا اشوفه تقول احنا بنسجل النهارده مع محل كذا والمحل ده والراجل ده متخصص في الذهب اهوت، فخلينا نشوف الاسعار والتوقعات للفتره الماضيه، ولو انت معاك ذهب تزوده ولا تبيعه وكذا، انا بديك امثله. فدي الحاجات اللي تجيب لك مشاهدات سريعه جدا جدا جدا. المهم خلاصه كلامي ان انت تحاول تعمل الحاجات اللي بتشغل كثير من الناس في الحته الماديه، هو ده اكتر حاجه هتجيب لك مشاهدات في هذه الفتره. ممكن تعمل قناة في محتوى الترند فقط زي ما انا قلت لك، هو ان انت تشوف الترند ايه وتتكلم عنه وبيجيب مشاهدات جامدة جدا جدا. بس يا ريت ان انت لو تعمل محتوى ترند وتلاقي ممثلات بقى وعاملين حاجات وطالعين ومش عارف ايه وحاجات زي كده وعلى الريد كاربت وعلى كذا وكذا وكذا، ما تعرضش جنب منك صور، ولو هتعرض صور جنب منك تعمل عليها بلور علشان ما تبانش او ما تظهرهاش، اطلع انت علق واتكلم عن الموضوع علشان خاطر المحتوى بتاعك يكون حلال، وان انت ما بتعرضش للناس حاجات فيها حرمانيه. المحتوى بتاع الترند او الاشياء ديت انت تقدر تعمل فيديو 2 و3 و5 في اليوم وسهل جدا في تسجيله، انت هتطلع وتتكلم زي ما انا بتكلم كده، سهل جدا تعرض جنب منك مثلا جاي مقال من جورنال ما اعرفش من جريده من موقع وتبدا تتكلم، حتى لو مش تعرض حاجه بس انت تبدا تتكلم وتبدا ان انت تعلق على الموضوع بطريقتك انت، يبقى حاجه كويسه جدا جدا. لكن انت هتقول لي محتوى شروحات زي اللي احنا بنقدمه ده او محتوى اكلات، معلش يعني طبعا شوف المشاهدات بتاعه الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي، ابحث كده على اليوتيوب، خلينا انا يا سيدي بتكلم غلط، ابحث كده على اليوتيوب وشوف المحتوى ده بيجيب قد ايه والمحتوى بتاع قنواتنا بيجيب قد ايه. احنا ممكن هو فيديو واحد بس يرفعه يجيب توتال مشاهدات قناتنا كلها كامله من منذ ان انشاناها، فخليك ذكي، استهدف صح، شوف الحاجات اللي بتمس الناس. طب ممكن تروح بقاله وتسال عن اسعار الحاجات وتبدا تسجل معاه وتستاذن منه وفي الاخر تعرض له اسم المحل والمكان، هينبسط جدا جدا. شوف الحاجه اللي بتمس الحاله الحياه اليوميه بتاعه الناس. ممكن تطلعي تعملي بث مباشر لو انت بتاعه اكلات او شيء زي كده وتتكلمي وتقولي هنتكلم النهارده ازاي الست تكون موفره في بيتها وازاي ان انت تعيشي بمبلغ كذا في الشهر، وتبداي تتكلمي وتكوني فعلا محضره سكريبت كده ومعلومات
هتتكلمي عنها. حاولوا ان انتوا تتعاونوا مع بعض كمان في موضوع ان انتوا تيجوا قنوات زي بعضها وتبداوا تتعاونوا مع بعض، يعني قناة اكلات مع قناة اكلات، تبداي ان انت تعملي فيديو وتحطيه عند التانية وهي تحط رابط قناتك في التعليق المثبت، وهي نفس الكلام تجيب لك فيديو تحطيه عندك وكمان تحط رابط قناتها وتتكلمي عنها وتقول لها رابط قناة كذا موجودة في الوصف وفي التعليق المثبت والوصف، وهي نفس الكلام، وتبداي ان انتوا تتعاونوا مع بعض من خلال فيديو يتحط هنا وفيديو يتحط هنا، ولكن فيديو يكون مختلف، او كمان دبانة رخمة، او كمان موضوع ان انتوا تعملوا مع بعض بث مباشر عن طريق ستريم يارد وتطلعوا مع بعض، ويكون صاحبة القناة او صاحب القناة ده يبدأ يعلن عنده في قناته ان هي او هو هيطلع على قناتك في يوم كذا ويحط رابط قناتك، بحيث ان المشتركين يجوا من هنا يجوا عندك ومن عندك يروح عنده، نفس الكلام تكرروا الموضوع مع بعض اكثر من مرة. ادخل على القنوات واكتب عنده ان انا عايز ان انا اتعاون معاك، ادخل راسله على الخاص، ما تقوليش ان انا بكتب محدش بيقول، لا ادخل انت دور انت بنفسك، ادخل لقناة شروحات مبتدئة وقول له ان انا عايز اطلع معاك او انت تطلع معايا، تعاونوا مع بعض، بس تعاون وليس تبادل. ولو انت لسه بتعمل حفلات واشياء زي كده، يا ريت ان انت تقدم محتوى كويس ويسيبك انت من الشغلانة دي، لان مالهاش اي لازمة، بتضر قناتك وكمان بتضر الناس اللي جاية والمشتركين اللي هيروحوا لهم من خلال ان انت تحط رابط بتاعهم في البث المباشر او شيء زي كده، كل دول المشتركين دول بيتم حذفهم بعد كده لان مش بيكونوا متابعين للقناة. لازم ان انت المشترك اللي يجي القناة يكون مشترك حقيقي، 100 مشترك احسن من 100,000 مشترك طالما ان هم جايين بشكل حقيقي ويتابعوا المحتوى بتاعك. لو انت عندك 1000 مشترك متابع على قناتك وكل فيديو ترفعه يشاهد الفيديو بتاعك، احسن والله العظيم من 100,000 مشترك مش بيتابعوا الفيديو بتاعك. وارباح قناتك لو انت عندك 1000-2000 مشترك ممكن تبقى اعلى من قناة، او 5,000 مشترك ممكن تبقى اعلى من قناة عليها 100,000 مشترك ما بيجيبش مشاهدات. لو انت بتاع شروحات ممكن ان انت تنزل سوق الكمبيوتر وتبدا ان انت تسجل هناك وتقول اسعار الكمبيوتر ايه وايه الكمبيوتر المناسب للجيمينج وايه الكمبيوتر المناسب للمونتاج وامكانياته ايه واسعاره ايه في مصر وبالدولار كام وكذا وكذا وكذا. بتاع خضار نفس الكلام، بتاع اكلات، بتاع ذهب، بتاع كذا، لازم تقدم حاجة الناس كلها عايزاها، هتكون سريعة جدا في الانتشار والناس هتتفاعل مع قناتك. وطبعا انت بقى تكون بتقدم المحتوى بشكل كويس عشان الناس يشاهد اطول مدة من الفيديو ويبدأ اليوتيوب يقترح فيديوهاتك. وما تنساش ان انت تنشر فيديوهاتك على كل المنصات وتكون متواجد باسم قناتك على كل المنصات، سواء كان فيسبوك، تيك توك، كواي، تليجرام، انستجرام، كل الاماكن يكون عندك اكاونت على الفيسبوك وعندك بيج وعندك جروب، وتنشر بالشكل الصح ان انت تستخدم موقع اللي احنا شرحناها اللي هو اليوتيوب لينك علشان يخرج لك رابط للفيديو تحطه على الفيسبوك وبالتالي تستفاد مشاهدات من الفيسبوك. شرح الفيديو ده موجود افضل موقع لنشر فيديوهاتك على الفيسبوك بطريقة قانونية ومجاني بالموبايل او بالكمبيوتر، موجود الشرح في وصف هذا الفيديو. اضيف لك حاجة مهمة جدا، هو ان انت تصبر وتجتهد، تتوكل على الله وربنا سبحانه وتعالى مش بيضيع تعب اي حد. طالما ان انت بتقدم حاجة حلال بتوكل على ربنا وبتبذل مجهود في ان انت تتعلم. انا باجي راجع القنوات بلاقي ناس مش عارفة تكتب حتى عنوان الفيديو، مش عارفة تكتب الوصف، حتى كمان ككلام كلغة عربية كاتبينه غلط. فانت تقدر ان انت تتعلم كل حاجة انت عايزها وبتفكر فيها تكون موجودة على الجوجل وعلى اليوتيوب. ابحث عن اي حاجة انت عايزها، مش شرط تبحث في قناتي، ابحث في اي قناة تانية، ازاي ان انت تكتب عنوان، ازاي انت تعمل كذا. الشروحات المهمة لان انت ازاي تنسق قناتك وتظهر بشكل كويس وتظبط اعدادات القناة بحيث ان تظهر في محرك البحث، ولما حد يدخل قناتك يلاقي قناة احترافية، وكمان سيول يوتيوب، ازاي ترفع فيديو وازاي ان فيديوهاتك تظهر في بحث في اليوتيوب. كل الشروحات دي موجودة على القناة، واسيب لك اهم الفيديوهات في وصف هذا الفيديو. قول لي رايك في هذا الفيديو وفي النصائح اللي انا اديتها لك في الفيديو ده، وبعتذر ان انا ما عملتش سكريبت معين للفيديو ده فطلعت اتكلم معاك بشكل تلقائي، فيا رب ان الفيديو يكون نال اعجابكم. تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.